بس انا عايزه اقول انه هنا هند صبري عشان تستعد لهذا الدور ده في فيزيكال اكشن كتير قوي. يا هند يعني صحيح. عملتي ايه؟ صحيح ده جديد عليا، انا عمري ما عملت هذا النوع من المسلسلات، وزي ما قلتي في التقديمه يعني المسلسلات اللي هي بتتناول ملفات من المخابرات العامه المصريه عايشه في وجدان الجميع، فالمقارنه كمان الاسماء اللي قلتيها اسماء تقد، يعني مسلسلات فعلا عايشه في وجدان كل عربي مش بس صحيح. كل مصري، كل مواطن عربي، يعني الخوف من المقارنه دي، وفي نفس الوقت الخوف من تقديم حاجه مستوحاه من ملف حقيقي وملف معاصر، ملفات معاصره. يعني احنا يمكن الفرق ان احنا هنا بنقدم ملف جديد ما عداش عليه 10 سنين، فكان في طبعا خوف وقلق ومجهود ذهني وجسدي من كل الابطال. طبعا احمد عز اكتر كمان، وهو ما شاء الله عليه يعني رياضي، ويعني انا يعني على قدي برضه، بس حاولت على قد ما اقدر ان انا احضر. احنا حضرنا كتير كمان قبل التصوير. احمد علاء مخرج سينمائي جاي من السينما، كان جاي وحاطط في دماغه ان هو يعمل 30 فيلم مش 30 حلقه. مفيش مشهد نص، مفيش مشهد بيعديه، مفيش يعني كل مشهد حتى لو مكتوب ربع صفحه بنقعد فيه يوم. انا شايفه صوره حلوه كمان يا هند، يعني مين الدي او بي؟ صوره سينمائيه جدا. مدير التصوير شاب جديد بدراوي، يعني اول مره مدير تصوير اشتغلت معاه قبل كده كاميرا اوبريتور مع احمد المرسي طبعا مدير التصوير العظيم، ودلوقتي بقى مدير تصوير فخوره بيه جدا. فخورين بكل حاجه بتحصل في العمل ده، احنا اللي حاسين بفخر، يا رب الناس تحس بنفس الفخر ده وهي بتتفرج. الشركه المنتجه سينرجي الشركه المتحده ما بخلوش علينا في ظروف صعبه جدا بحاجه، يعني سافرنا باوروبا لما ما حدش كان قادر يطلع مطار، يطلع ياخد طياره ويسافر، وكان لازم لانه المسلسل مكتوب لاستاذ باهر دويدار كاتب سفر كتير، فما فيش تنازلات فنيه حصلت في ظل ظروف كانت لازم نقدم تنازلات، لكن ما حدش هنا كان عايز يقدم تنازلات احتراما لهذا النوع من الدراما المستوحى من ملفات المخابرات.